عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عندكم صغيد بن جمعة بالمرشد القرطوبي من ولاية صحم خور الملح. أكلمكم عن أم إبراهيم الفنانة القديرة، هي أمني. يعني أتكلم عن نفسي أنا، اللي علمتني الفنون وعلمتني المعاني والمذاهب هي وحياة أم غابش الله يرحمها، وتعلمت الفن معها هي. كنت ما أغني ولا عندي فرقة، ويعني مالي على الفن. اول مهاتنا الاوليات كان يغنن، بس تعلمت من معها الفن وجزاها الله خير والها فضل علي. انا اقول امي في الفن وامي في المعاني والمذاهب وام دنيا، وجزاها الله خير ام ابراهيم فنانة دلال، وجزاها الله خير وطول الله بعمرها والله يبقيها ويخليها ان شاء الله حق عيالها ويخلي عيالها حقها.